مرحبا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم هو الفيديو الأخير من فيديوهات ورشة هذا الأرنوب. اليوم رح نشتغل مع بعض الأفرول، لبس الأرنوب، تمام؟ الطريقة كتير سهلة وبسيطة، تابعوا الفيديو للآخر لنشوف طريقة الشغل مع بعض. قبل ما نبدأ بالشغل، اليوم هو يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب، إن شاء الله تضلوا بخير وصحة وسلامة أنتوا وعائلاتكم وأحبابكم يا رب. تدعموني بلايك على الفيديو، تشاركوا الفيديو مع رفقاتكم حتى نكبر أكثر ونضل مستمرين وننزل فيديوهات تستفادوا منها وتحبوها. وهلأ بنقول بسم الله وبنبدأ بالشغل. هلأ لحتى نشتغل لبس الأرنوب، هلأ رح نشتغل عدد سلاسل على مقاس وسط الأرنوب من هون، من هاي المنطقة، تمام؟ من تحت السطر الأسود بهاي الطريقة، تمام؟ شوفوا كيف الغرزة على الغرزة. أنا اشتغلت 44 غرزة سلسلة، تمام؟ المهم يكون عدد الغرز بينقسم على 2. هلأ رح نقفل هدول السلاسل بأول غرزة سلسلة باستخدام غرزة المنزلقة، تمام؟ بهاي الطريقة. بعد ما قفلتن رح نرتفع بغرزة سلسلة، وبنفس الغرزة، تمام، بنفس الغرزة رح نشتغل غرزة حشو. هلأ رح نشتغل على هدول الغرز، على غرز السلسلة، بكل غرزة سلسلة غرزة حشو واحدة. وهيك بنكون انتهينا من أول سطر من غرز الحشو. هلأ بعد هذا السطر رح نشتغل 11 سطر من غرز الحشو، فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. منضل منتأكد إنه عدد الغرز ثابت عندي 44 غرزة حشو. هلأ مع هذا السطر رح يصيروا كلهم 12 سطر من غرز الحشو. وهيك منكون اشتغلنا 12 سطر من غرز الحشو، عدد الغرز 44 غرزة حشو. رح نقسم عدد الغرز اللي عندي ياهن، أنا عندي 44، رح اشتغل 22 غرزة حشو، تمام؟ رح نبدأ من أول غرزة، 1 2 3 4 5، ورح كمل لأوصل للغرزة رقم 22. هلأ بعد ما اشتغلنا 22 غرزة حشو، تمام، لبسنا التياب للأرنب، وبعد ما لبسنا رح نقفل 22 غرزة بغرزة منزلقة. بعد ما نقفلهم بغرزة منزلقة رح نشتغل على 22 غرزة حشو سطرين من غرز الحشو، هو ملبوس بهاي الطريقة، لأنه بسبب موديل الشوز يلي اشتغلناه نحن ما رح نقدر نلبسه يا بعد ما نعمل الشورت، تمام؟ فرح نشتغل هو وملبوس بهاي الطريقة. طريقة سهلة وما فيها أي شيء. الخيط اللي عم اشتغل فيه رح رجع لورا، رح ندخل السنارة بأول غرزة حشو ونسحب الخيط ونعمل غرزة منزلقة. هيك بنكون اشتغلنا غرزة منزلقة ورح نشتغل غرزة سلسلة. هلأ رح نترك الخيط من هون وناخده من الجهة الثانية لنشتغل غرز الحشو. هاي أول غرزة رح ندخل فيها السنارة ونعمل غرزة حشو، تمام؟ بهاي الطريقة، ما أنا صعبة أبداً، بس بتلبككم شوي. تمام، وهيك خلصنا من أول غرزة، وهلأ منكفي شغل عادي غرز حشو، عدد 22 غرزة، تمام؟ على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة.
مثل ما لكم شايفين ما نو صعب ابدا انه نشتغل هو وملبوس، بس اول غرزة بتتلبكنا شوي، بعدين بصير الشغل عادي. تمام، وهيك وصلنا لنهاية السطر، اشتغلنا 22 غرزة. رح ورجيكم كيف رح نختم السطر. هي عندي اول غرزة من السطر. طبعا اول شي رجعت الخيط لورا، انا كنت عم اشتغل من هون بهاي الطريقة، رجعت الخيط لورا لأقدر اختم بغرزة منزلقة. دخلت السنارة بأول غرزة ورح نسحب الخيط ونعمل غرزة منزلقة. تمام، وهلأ بنعمل غرزة سلسلة ومنبدأ بسطر جديد من هاي الجهة. تمام، هلأ بنرجع بناخد السنارة من هون والخيط وبنرجع بنشتغل 22 غرزة حشو. وهيك بنكون خلصنا السطر الثاني من غرز الحشو، عملنا غرزة سلسلة طولناها بهذا الشكل، ورح نقفل الخيط، رح نقص الخيط ونقفل الشغل. تمام، وهلا بإبرة التنظيف بننظف الخيط بقلب الشغل. وهلا رح ندخل الخيط بالجهة الثانية، رح نشتغل بنفس الطريقة. تمام، هلا لحتى نشتغل بالجهة الثانية رح ندخل السنارة بأول غرزة من الغرز اللي بقيت عندي. تمام، أنا هون بهذا الطرف بقي عندي 22 غرزة حشو كمان. هلأ رح ندخل السنارة ونسحب الخيط الأحمر. تمام، بهاي الطريقة مثل العادة رح نشتغل غرزة السلسلة، وبنفس المكان رح نشتغل غرزة حشو، ومنحاول الخيط يلي تركناه، الخيط القصير يلي تركناه، نحطه خلف الغرز ونشتغل عليه مع الغرز لحتى يكون مثبت منيح. تمام، وهي اول غرزة حشو. رح نكمل غرز حشو عادية. إذن بهي الطريقة أنا دخلت الخيط الأحمر للطرف الثاني ورح نشتغل فيه، وهلأ رح نكمل 22 غرزة حشو لنوصل لنهاية السطر. هيك بنكون خلصنا من شغل الشورت. إذن اشتغلنا 12 سطر تمام من غرز الحشو، بعدين الشورت اشتغلنا عبارة عن 3 أسطر. تمام، 3 أسطر من غرز الحشو، ومثل ما قلنا هدول الخيوط هلأ بإبرة التنظيف بننظفهم داخل الغرز. وهلأ بالإبرة والخيط رح نسكر الفراغ يلي ظهر عندي وقت قسمت الشورت. وهلأ رح نختم الخيط. هلأ بدنا ننظف الخيط يلي بقي عندي لما عملنا الشورت. تمام، حطيناه بإبرة الخياطة ورح ندخله بالغرز بهاي الطريقة.
هلا بدنا نكمل اللبس من فوق لحتى نعمل هدول الشيالات. اول شيء عملنا اول وحده. هلا رح نتعلم كيف نعمل نشتغل الثانيه. بس هلا بين التنتين رح يكون في عندي 9 غلاس حشو، يعني رح نشتغل اول وحده تمام، بعدين رح نعد 9 غلاس حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام. بالغرزة رقم 10 رح نشتغل الثانية تمام. هلا كيف رح نشتغلها؟ أول شيء بدنا خيطين، الخيط اللي طالع من المكبة وبدنا خيط ثاني تمام. رح نشتغل بخيطين، بنقص خيط طويل إلا حتى نشتغل فيه تمام، وبنعمل عقدة البداية بالخيطين. رح ندخل السنارة بغرزة الحشو العاشرة بين التنتين تمام، مثل ما حكينا تمام. رح ندخلها بأول خيط، وكمان رح ندخلها بالخيط الثاني من ورا تمام. ندخلها بخيطين حتى تكون الخيط مكن عندي وثابت منيح تمام. هلأ رح ناخد أول خيط، الخيط اللي قصيته الطويل، ورح ناخد منه عقدة البداية ندخلها بالسنارة. نرجع ناخد الخيط الثاني يلي من المكبة كمان مندخله بعقدة البداية بالسنارة. هيك صار عندي خيطين على السنارة. هلأ رح نسحب الخيط، نلف الخيط على السنارة وندخله بأول عقدتين، وكمان الغرزة يلي أخدت منها السنارة، يلي فوتت السنارة فيها بالبداية تمام. بهاي الطريقة بخلي الخيوط القصيرة من تحت. هلا آخر الشي بنضفه، هذا الخيط وهذا الخيط. رح نشتغل بالخيطين. كيف؟ رح نخلي الخيط يلي قصيته، يلي مقصوص يعني مو من المكبة، من تحت، والخيط الطويل يلي من المكبة من فوق. بهاي الطريقة رح نلف الخيط على السنارة تمام، ونلف الخيط ونسحبه وناخد اللفتين مع بعض. بنرجع هذا الخيط الثاني بنلفه على السنارة، ناخد الخيط الأول وناخد اللفتين مع بعض تمام. لفة على السنارة بصير عندي لفتين وباخدهم مع بعض بهاي الطريقة تمام. دول بنخليهم تحت هيك تمام. نرجع بنلفه على السنارة وبناخد اللفتين مع بعض بهاي الطريقة. كتير سهلة وبسيطة، بس الفكرة انه نحن بدنا نشتغل بخيطين مو بخيط واحد، ليصير عندي مثل الحبل او مثل غرزة السلسلة بس تكون من طرفي تمام. شوفوا كيف الغرزة اللي طلعت معي غرزة السلسلة بس من جهتين، يعني هون عنا غرزة سلسلة وهون كمان جهة تانية من غرزة السلسلة تمام. اذا طلع عندي بهاي الغرزة اللي اشتغلناها صفين من غرز السلسلة. ومنضل عم نشتغل بنفس الطريقة ليصير عنا 32 غرزة تمام. بعد ما خلصت 32 غرزة، هلأ يلي رح نعمله من وراء انه نحن رح نعكسهم ليصيروا بهذا الشكل. رح نعد بين التنتين 11 غرزة حشو، وبالغرزة رقم 12 رح نقفل السلاسل يلي اشتغلتهم تمام. اذا انا هون شاغلة اول وحدة، رح نعد 1 2 3 4. هون مطرح ما كنت عم اقفل الغرز تمام، رح عدها كمان غرزة، 5 6 7 8 9 10 11، وبالغرزة رقم 12 رح نقفل الشغل. هلا بنشوف كيف رح نقفلها. قبل ما نقفل الشغل رح نختم الخيط القصير تمام، رح نربطه بهاي الطريقة
تمام، وهيك بنكون قفلنا الخيط القصير. هاي الغرزة اللي بدي اقفل فيها، رح ادخل السنارة بالغرزة بهاي الطريقة وناخد غرزة منزلقة. هلا بعد ما قفلت السلاسل رح نعمل غرزتين حد بعض غرز منزلقة، تمام. رح ندخل السنارة بغرزة الحشو بهاي الطريقة، نسحب الخيط ونعمل غرزة منزلقة. نعمل غرزة السلسلة ومنقص الخيط، ورح نخلي خيط طويل لنقدر ننظف الخيطان بداخل الشغل، تمام. انا هون باقي عندي خيط هلا بالإبرة بدخله بقلب الغرز بنفس الطريقة يلي استخدمناها من شوي، وكمان هون كمان هدول الخيطين اللي رح يطلعوا عندي كمان رح ننظفهم بنفس الطريقة. هلأ بس في ملاحظة صغيرة، انه انا هدول ما عملتهم على القد ومشدودين، لانه هلأ الايد رح تجي تحت هدول الشيالات فرح ينشدوا، تمام. انا عطيت مساحة، يعني عملت 32 غرزة، عطيت مجال للايد انه تمام تكون تحتهم بهاي الطريقة، تمام. هي رح تتخيط هون، تمام، فهني رح يشدوا ويصيروا على القد. وبدي اذكركم بالنسبة للعيون، مثل ما حكيت بالفيديو اللي اشتغلنا فيه الراس، لما بنوصل لهون بهذا السطر رح نثبت العيون، قبل ما نكمل شغل رح نثبت العيون بين السطر 15 و17، تمام، بهاي الطريقة هون بهذا المكان، تمام. ورح نخلي فاصل بين العيون، تمام. رح نعد الغرز مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غرز بين العيون، تمام. اذا بنثبتهم قبل ما نكمل شغل الراس. وهيك بيكون انتهى فيديو اليوم، اشتغلنا مع بعض هذا الافرول، هاي الشكل النهائي له، تمام.
إذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات. هلأ بالنسبة لتوصيل الرأس مع الجسم وتوصيل الإيدين، طريقة نفسها اللي بتتبعها بكل الألعاب، تمام؟ كل ما نشتغل لعبة أميجرومي، الطريقة موجودة بفيديوهات الأميجرومي على قناتي. هلأ بحط لكم رابط فيديو الدبدوب الأحمر الصغير، تمام؟ نفس الطريقة يلي اشتغلت فيها بهذا الفيديو أنا اشتغلت فيها هون، تمام؟ ما تنسوا تدعموا الفيديو والقناة. شكرا كتير على المتابعة، بشوفكن بفيديوهات جديدة.